مصادقة الحكومة على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفية ممارسة نشاط تصنيع المركبات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفاتر الأعباء ذات السلع لاقت تثمينا من قبل وكلاء السيارات، خاصة وأنه جاء بعد فترة ضبابية زاد من تعقيدها قضايا الفساد التي تعلقت بهذا القطاع وما كبدته من خسائر للدولة. المشروعان من شأنهما تحديد استراتيجية جديدة من بين أهدافها حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق من الناحية التقنية. نعم، مراعاة الجودة هو أولا لابد أن وزارة الصناعة تعمل تربوسات للمهندسين المناجم تاعنا، نعمل لهم تربوسات وتخسر عليهم درهم. شوف نقول لك حاجة، كما يقول لك ليس لك شيء بدون مقابل، ما كاش حاجة بدون مقابل، بونافيريان بوريان، لازم تستثمر في الجزائري، تستثمر في مهندسين المناجم تاعنا اللي خبراء مساكن بالإمكانيات البسيطة اللي عندهم يوم يكتشفوا أشياء. لا تنسوا بأننا نشتري تقريبا مليار ونص دولار يعني سنويا من قطع الغيار، يعني هي ونريد أن نصنع تلك القطع الغيار في الجزائر، ولهذا لازم مخطط مارشال يعني في الميدان، في هذا الميدان مخطط مارشال والتسهيلات وعدم عراقيل المستثمرين. إشراك المتعاملين في صياغة دفتر الشروط مطلب من مطالب وكلاء السيارات. دفتر الشروط تمنينا واحد سلوك يعني لو كان تغير شوية فاش، يعني هو في المشكلة اللي عندنا يعني جميع الجزائريين هو عدم الاستشارة بعضنا بعض. لازم انت مثلا كصحافي عندي حاجه في ميدان الصحافه، نجيب خويا نجي لعندك قال لي يا اخي واش رايك احنا راح نديروا في ميدان الصحافه هكا هكا، اعطيونا ارائكم. من بعد اخي القرار قاعد لي انا كوزير، مثلا قاعد لي انا في نهضر على وزاره الصناعه، انا وزير الاخر انا هو اللي نمضي دفتر الشروط. الحد من الاثار المترتبه عن عمليه الاستيراد على موارد البلاد من العمله الصعبه هدف اخر للمشروعين الراميين الى احداث القطيعه مع المقاربه الريعيه.